السلام عليكم مشاهدي شهيوه 360، معكم بدر حجادي باغمان ومازاغون بيتش اند غولف ريزور. اليوم جيت نقدم لكم دو كوكتيل كرياسيون دو مازاغون. لو بروميير كوكتيل سابيل غاردن دو مازاغون، اي لو دوزيام كوكتيل سابيل بانانا بيتش. نخليكم مع المقادير التاليه. لتحضير هذا الموكتيل كنحتاجو القرقير او لاروكيت، اون بياس دافوكا، و سكر بران او السكر الاسمر، وعصير البرتقال. كنديرو اون بياس دافوكا، كنضيفو عليهم 300 غرام لا روكيت او الجرجير، وكنزيدو عليهم سكر بران او السكر الاسمر شي دومي كويا، وكنضيفو عصير البرتقال. كنديرو كميات 500 مليلتر، وباش نعشو الكوكتيل ديالنا غنزيدو عليه لي زانفيزيون ديال لو كوكتيل. تحضير الموكتيل التالي غنحتاجو المقادير التاليه: اناناس، بانان، جانجونغ حامض اخضر، وعسل كاليب. لتحضير الموكتيل غندوزو المراحل كالاتي: اناناس، خمسون غرام د بانان. وهذا الموكتيل الناس يقدو ياخذوه في رمضان، موكتيل كي لي رافريشيسون وكيتناسب وصحي وملائم للمعده، يمكن يهضم لك جميع بعد الافطار. غنضيفو جانجونغ، نزيدو عسل الكاليبتوس باش يحيد لاسيديك ديال السيترون وديال الجنجر. وغنزيدو عصير البرتقال كيف ما كيعرف الجميع، عصير البرتقال في شهر رمضان ما كاينش شي دار اللي ما كتعصرش زيت اورانج، وخصوصا اللي كان طبيعي. الان غنميكسيو نوتخ موكتيل. مشاهدي لو 360، هذا هو الشكل النهائي ديال دو موكتيل اللي حضرنا. بصحه والراحه ورمضان مبارك سعيد.